مستمرين بالاطباء السرعه. وهلا بهالفقره انا عارفين شو بعمل دائما. اجيب موبايلي. احذروا ليش؟ ليش؟ التواصل الاجتماعي، سوشيال ميديا، فيسبوك، انستغرام، عشان هيك احنا دائما مخبيين موبايلاتنا. موبايلاتكم مخبي، انا عشان راح اسالكم اليوم. فقره التواصل الاجتماعي هي فقره بنتواصل فيها دائما معكم ونجاوب على اسئلتكم واستفساراتكم. لانه دائما الاطباء السبعه الهدف الاساسي منه هي ايصال المعلومات الطبيه هيك الموجوده عندنا، ودائما بنحاول نكون بالمعلومات قريبين للناس. مخبي لك كم سؤال جاهزين على ذوقك. اعطونا شو عندنا اسئله. يلا اكيد انت كمان لك اسئله. يعطيكم العافيه. انا مريض سكري عمر 62 سنه، بعاني من انسداد في شرايين القدم، شو العلاج المناسب لهي الحالة؟ يعني سؤال مهم. سؤال جدا مهم، لأنه مرض السكري شائع عندنا في البلد، وبرضه الرعاية المقدمة لمرضى السكري تتفاوت من مراكز مختلفة. يعني هلأ جواب بصراحة للسؤال هذا يعتمد على الأعراض. مش كل تسكير أو انسداد في شرايين مريض قدم السكري يحتاج للعلاج. نعم. بيجيني كثير مرضى أنا في العيادة عندهم انسداد وما عندهم أعراض. حسب وين الانسداد. بشكل عام مرضى السكري بيصابوا بانسدادات بالشرايين الطرفية، عادة بتكون مثلا بالشرايين اللي هي مغذية لتحت الركبة للقدم. فإذا ما في عنا تقرحات أو آلام بشكل عام ما في داعي تتعالج. أوكي. هلأ في شرايين طبعا مختلفة بتصيب حالات مختلفة، هذه كل حالة لازم تتناقش. هلأ كيف يتم فتح هذه شو الإجراء؟ يعني ممكن، يعني أغلبها ممكن يزبط بالقسطرة، وفي بعض الحالات اللي ما بتزبط القسطرة بالعمليات الجراحية أو الوصلة الجراحية الباي باس سيرجري، هي تعتبر العلاج برضه كمان الوارد في هذه الحالات. أوكي. بس كله يعتمد على حسب الأعراض، عشان هيك ضروري المريض يتم تقييمه من طبيب مختص في رعاية القدم السكرية. أوكي. سؤال الثاني يا جماعة أعطونا. لدي أوردة عنكبوتية في ساقي، ما الخيارات المتوافرة لإزالتها؟ وفي حال عدم إزالتها هل هناك أضرار صحية لبقائها؟ يعني كابيلاريز. هلا شوف الأوردة العنكبوتية والدوالي، دائما يعني في أغلب المرضى في سؤال عن ما بيعرفوا إيش الفرق بينهم. بس الأوردة العنكبوتية اللي هي في بيجي زي شحطات على الإجر وبتكون لونها يا أزرق يا أرجواني، ما بتكون بارزة. هذه علاجها عادة بالحقن المجهري أو مايكرو سكليروثيرابي، أو بعض الحالات بالليزر الخارجي. فهدول العلاجات اللي هي معتمدة هلأ. وطبعا إذا لم يتم علاجها، إذا كانت فعلا بس أوردة عنكبوتية ما إلها أضرار صحية، وأغلب يعني من ناحية منظر هي بس، هي من ناحية جمالية يعني ما فيها أضرار من ناحية آلام أو انتفاخ بالقدم. إذا كانت في أعراض مصاحبة لهذه العنكبوتية بدنا إحنا ندور على أسباب تانية. أوكي. أعطونا كمان سؤال. السؤال اللي بعده دكتور زيد، شو سبب الالتهابات البولية المتكررة؟ قبل شوي حدا كان عم يسألني عن هذا السؤال. فعال علاج تخلص من هاي جبنا لك إياه عشان ما يسألها. هلأ شوف صراحة الالتهابات البولية المتكررة في إلها كتير أسباب. أول سبب وأهم سبب لازم نتأكد إنه عالجنا الالتهاب الأول صح. يعني في كتير ناس بتعالجوا بياخذوا مضادات حيوية ما بيعملوا زراعة للبول. فبياخذوا المضاد بيقتلوا 90% من البكتيريا، بيرتاحوا شوية، بعد أسبوعين ثلاثة شهر شهرين رد ترجع البكتيريا هاي بتنمو، وبتنمو بمناعة للمضادات اللي أخذتها. والأهم إنه هل مناعة الجسم للمضاد الأول اللي أخذه موجودة ولا مش موجودة؟ بالضبط. فأهم شيء بالتهابات البول إنه نعمل زراعة للبول، نتأكد إنه أعطينا المضاد الحيوي الملائم للبكتيريا لهذا الشخص، ونتأكد إنه راح الالتهاب نهائي بعد ما يخلص. بعد هيك ندور على الأسباب الثانية مثل الحصى، مثل الاعتلالات البولية، مثل المثانة العصبية، بالرجال تضخم البروستات، بالستات ممكن يكون عندهم هبوط أو تهبيطة بالرحم. أوكي. وبالستات اللي انقطعت عنهم الدورة ممكن يكون أسباب هرمونية. طيب أنا في كمان سؤال بدي أسألك إياه إذا تسمح لي، بصنع على مواقع التواصل الاجتماعي. هو لشخص هو حلاق طبيعة عمله، بيحكي بأنه بعاني من مشكلة الدوالي. بتعرف طبيعة عمله إنه بضل واقف طول اليوم. دوالي بالرجلين. دوالي بالرجلين، لازم تدخل المسالك، مش دوالي خاصية، دوالي رجلين. أنا بدي أحكي عن الدكتور أمير. طيب زمان كنا نحكي عن الناس بتضلها واقفة إنه بصير عندها دوالي، هلأ صارت في كل الناس صح؟ مزبوط، لأنه حتى الجلوس مش عارف شو يعمل. هو خايف باي ذا واي إنه يعمل جراحة ومش جراحة، فبديك تنصحه. هلأ العلاج حاليا بطل جراحة. أوكي. العلاج المعتمد عالميا بواسطة الأساليب الغير جراحية مثل الليزر أو الترددات الحرارية اللي هو المعترف عليه الليزر. هذا بتم بالمريض بيكون صاحي تحت التخدير الموضعي، مضاعفاته أقل من الجراحة، ونتائجه الحالية وعلى المدى الطويل أفضل من الجراحة. فهو العلاج المعتمد حاليا اللي هو العلاج التداخلي بالليزر أو الترددات الحرارية. طب إذا ما عالجه
هلا اذا ما عالج خصوصا اذا بنحكي دوالي وعنده اعراض مثلا زي المعلمات زي اللي بوقفوا لفتره طويله بوقت ممرضين الاطباء هدول مضاعفاتها كثير انتفاخ بالساقين تغير في لون الطرف حتى بنوصل لدرجه التجلطات وتقرحات في الجلد فهذا شيء بياثر مش بس منظر بياثر على حياه الشخص اليوميه تمام باختصار شكرا كثير لكم شرفتنا دكتور امير شكرا معلمي اهلا وسهلا شكرا كثير لكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا بحلقتنا اليوم واكيد راح نشوفكم الاسبوع القادم بحلقه جديده انا كنت معكم معتصم مسالمه وزميلي دكتور أمير ودكتور زيد أبو غوش نراكم الأسبوع القادم والسلام عليكم.